تعالوا نشوف هذا الفيديو وهو لقاء في الجيش العراقي يطلب من المتظاهرين في العراق أن يكونوا مثل الشعب المصري الذي حافظ على بلده من الخراب والحرق والدمار. تستحق هذا المعيشة هاي؟ البطل هاي المعيشة؟ والله ما استحق. لا والله. والله هاي احنا ما طايحين بطل. انا وانت انا وانت طايح بها والله العظيم. احنا ما عندنا وعي. بس خلوني اخوان. ايد واحدة خلوني. احنا ما عندنا عداوة شخصية وين المحافظ. الشعب المصري. ما الشعب المصري. الشعب المصري شلون مدقق؟ احنا ما عندنا. لا حرق. لا ادنى لا اضرب شو اسمه لا اعتدى لا اعتدى لا ان شاء الله ما اخواني هاي ترجع والله احنا نوصل واحنا والله العظيم قلب الوقاله وياكم كبيره خالص واحنا هم وياك وكلكم اخوتنا كلكم اخوتنا وانا مين انا من البصره معروف ذا انت معروف كلنا واحد يعرف الثاني كلنا اخوان كلنا اصحاب عوائل.